معانا على تليفون اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. سيادة اللواء أسامة، أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة، وقول لنا بقى، انقل لنا الصورة، ايه اللي بيحصل عندكم في المنيا؟ الوضع ايه فيما يتعلق بالأسعار للسلع الاستراتيجية المهمة؟ مساء الخير يا فندم. مساء مساء الخير الخير. عليك وعلى الساده المشاهدين. لا، انا بطمن حضرتك، احنا متواجدين على الارض وفي كافه المراكز عندنا وفي كافه الاسواق طبقا لتوجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء والقياده السياسيه، بان احنا متواجدين مع المواطنين. فحضرتك طبعا عملنا مجموعه عمل كبيره جدا بيشترك فيها كافه الهايبرات والسوبر ماركت على مستوى المحافظة. وفرنا منافذ كتيرة جدا على مستوى 9 مراكز، حملات يومية. شايفين اهو صورة حضرتك في أحد المنافذ. أيوة، كل يوم حضرتك الحمد لله كل السلع متوفرة وموجودة، وخاصة السلع الأساسية، الرز، السكر، السمنة، الزيت، وبالأسعار هي هي، ما زادتش حاجة خالص. يعني السكر انا مريت على اكثر من تاجر كبير وعلى محلات صغيره، بيفرق 50 قرش، من 10 ل 10 ونص كده. يعني الرز برضو حسب الانواع بيبدا من 8 في التموين، وبعد كده بيوصل لحد السكر الرز الفاخر ب 15 جنيه اللي هو ضحى. كل اللحوم موجوده كلها وباسعار في متناول كل المواطنين. زي ما بقول لحضرتك، انا عندي طبعا جهاز الخدمات القوات المسلحة، الخدمات الوطنية، مشكورين عاملين 34 فرع على مستوى المحافظة، يعني المدينة والمراكز. عندنا فروع أمان اللي تبع وزارة الداخلية موجودة 24 فرع، فروع جمعيات الاستهلاكية وجمعياتي والشركة المصرية لتجارة الجملة، كل ده موجود. وكل الهايبرات الكبيرة بقى موجود فيها كافة السلع، وزي ما بقول لحضرتك جميع انواع الزيوت، جميع انواع اللحوم موجوده والدواجن. الزيت اخبار سعره ايه النهارده؟ الزيت يا فندم ما زادش خالص، زي ما هو موجود كل انواع الزيت انا شايفها يعني، والاسعار موجوده ومعلنه على الـ على الـ على الارفف في المحلات. طب اللي هيخالف الاسعار المعلنه؟ لا يا فندم، احنا عاملين بنعمل محاضر، الناس اللي ما لقيناش عاملين اسعار، عاملين الاسعار، عملنا لهم محاضر واحنا واقفين. يعني حضرتك الحاجات دي متوفره كمان. احنا خلاص بنعد اهل رمضان معارض رئيسيه كبيره جدا في 6 مراكز في مدينه المنيا، وفي 3 مراكز في انت عارفه محافظه المنيا على امتداد 140 كيلو. ففي في صملوط وبني مزار ومغاغه وفي ملاوه وبرقاص ومدينه المنيا عاملين اهل رمضان. ده هيبقى فيه بقى كل انواع السكر والزيت واليميش وجميع حاجات رمضان. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك وكل طيب. كل المشاهدين طيبين. فالحمد لله احنا متواجدين وكل السلع متوفره وبكفايه. وحتى نبهنا على التجار الكبار، عما بييجوا المواطنين بيديله حاجته من 2 ل 3 كيلو ل 4 كيلو بالكتير قوي. يعني حتى لو انا رايحه عاوز اشتري كميه اكبر من الكميه المفروض اخدها، لا احنا في كنترول من عند التاجر. تمام. وكمان سيرنا سيارات متنقله للقرى في المراكز، سيرنا لهم سيارات متنقله فيها سكر وفيها رز وفيها زيت وفيها مكرونه وفيها كل حاجه. يعني لله الحمد مغطيين كل المحافظه. تمام، أشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.